أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي قرارا بشأن تشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء بالبرلمان للعمل على إعداد مقترح لخارطة الطريق ما بعد 24 من ديسمبر، أي كانون الأول الحالي. وقالت في بيان نشره مجلس النواب إن على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على البرلمان خلال جلسته القادمة. دان اثنان من خبراء الأمم المتحدة بشدة الأعدام السري للناشط الكردي حيدر قرباني باعتباره علامة على تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأصدر جاويد رحمن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وموريس تيدبال بنز المقرر الخاص المعني بحالات الأعدام التعسفي خارج نطاق القضاء بيانا قال فيه إن حيدر قرباني أعدم سرا في سجن سنندج المركزي فجر الأحد من دون إخطاء مسبق لأسرته، وقام السجن لاحقا بدفن جثته سراً.